قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لما قال الدين النصيحة سكت عليه الصلاة والسلام حتى هم يسألوا حتى ينتبه لما سيقول. فقال هذا الكلام الجامع صلوات ربي وسلامه عليه، قال لله. النصيحة تكون لله، يعني بعض الناس يفهم بمعنى الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله؟ يعني أن ينصح لوجه الله تعالى، ما ينصح لحاجة من حاجات الدنيا، وإنما يجعل نصيحته لله. لا، ليس هذا المراد. هو طبعا الأعمال كلها يجب أن تكون لله عز وجل، ولكن المراد أن تكون ناصحا لله عز وجل. فسر أهل العلم وشرحوا ذلك فقالوا النصيحة لله أن تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته، أنه هو الخالق المالك المدبر لكل شيء، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن تؤمن بألوهيته، وذلك أنه هو الإله الحق المستحق العبادة، وتعبده ولا تشرك به شيئا، وتطبق هذه العبادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤمن أيضا بأسماء وصفاته فلا تنكر منها شيئا، بل تؤمن بها من غير تعطيل، يعني ما تنكر منها شيء، ومن غير تحريف، لا تعرض لها بالتحريف، ومن غير تمثيل، لا تعتقد أنها تماثل صفات المخلوقين إذا أثبتت وآمنت بها، ومن غير تكييف، أي لا تزعم بأنها بالكيفية الفلانية، إذ أن الكيفية الله لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، إخلاص الدين لله عز وجل، الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، بطاعته سبحانه وتعالى، الاستقامة على أمره، هذا كله داخل في النصيحة لله.